اشترك في قناتنا رويش تي في ليصلك كل جديد أولا بأول. اكتشفي أسرار عقلية الرجل وفقا لبرجه الفلكي، لأن كل برج يمتلك شخصيته وأفكاره الخاصة التي يترجمها من خلال نمط حياته وتصرفاته، وعليه ما يبدو منطقيا وواضحا للبعض غير واضح على الإطلاق للآخرين. وتكون معظم المشاكل بين العشاق والمتزوجين تنبع من واقع عدم القدرة على فهم عقلية الآخر. الأبراج ستكشف لك كل الأسرار وبالتالي تساعدك على فهم عقل الرجل بشكل أفضل. برج الحمل. عقلية الرجل الحمل تتمحور حول مبدأ واحد: الركض قبل الحبو. لا يتردد قبل مواجهة العالم بمفرده، وهو عنيد جدا ولا شيء يمكنه أن يجعله يتريث. ثقته بنفسه كبيرة جدا ولا يكترث على الإطلاق لما يظنه المحيط به. لمن لا يعرفه جيدا، الحمل مغرور ومتسلط، لكنه في الواقع يملك قلبا من ذهب، وهو يقدر كثيرا من يحب. أحلامه دائما كبيرة، وهو مستعد للتخلي عن كل شيء من أجل تحقيق تلك الأحلام، وأي شخص يشكل عقبة بالنسبة إليه سيتخلى عنه ولن ينظر خلفه. برج الثور. الثور قد يبدو عنيدا جدا ولا يساوم ولا يتنازل، لكن الأمر بالنسبة إليه هو أنه لا داعي لإعادة النظر بالأمور أو التفكير باقتراحات غيره طالما يعرف تماما كيف ينجز الأمور. يملك الثور أخلاقيات عمل عالية جدا، وهو يحب أن يدلل نفسه بكل ما هو فاخر. الإخلاص والصدق من الأمور الهامة جدا بالنسبة للثور، لذلك من الأهمية بمكان عدم تخييب آماله. لا ينفتح على الآخرين بسرعة، لذلك إن أدخلك ضمن دائرة ثقته فأنت محظوظة جدا. برج الجوزاء. يملك الجوزاء شخصيتين، ما يجعل فهمه مهمة صعبة. واحدة من هذه الشخصيات تحب المرح والتعرف على أصدقاء جدد والتواصل مع المعارف القديمة والعيش والاستمتاع بالحياة. في المقابل يمكنه أن يظهر شخصية أخرى تشعر بالملل بسرعة من الآخرين، ما يجعلهم يرتبكون من نوعية العلاقة التي تجمعهم به. عادة حين يقرر الجوزاء اعتماد الشخصية الثانية، فهو غير مستعد للوقوف إلى جانب من يحتاج إليه حتى ولو كانوا أقرب المقربين إليه، وعليه فإن الجوزاء يفتقد التعاطف معهم كليا. برج السرطان. يصعب فهم عقلية السرطان، وذلك بسبب الحواجز التي يضعها لحماية نفسه. خلف ذلك القناع البارد شخصية رجل يحب المرح والحياة. السرطان قد يبدو جديا أحيانا، ثم وحين تظنين بأنه بات يثق بك وبات أكثر انفتاحا على مشاركة مشاعره وما يفكر به، يعود إلى حالته الأولى مجددا، وذلك لأنه يشعر بالضعف حين يتخلى عن دفاعاته. البعض يعتبر السرطان بأنه من النوع الحساس جدا والذي يتعلق أكثر مما يجب، لكن في الواقع هو كل ما يريده أن يحب الآخرين وأن يتم منحه الحب نفسه. السرطان يمكنه وبسهولة رصد المنافقين، لذلك فهو لا يحيط نفسه سوى بالصادقين. أحيانا لا يمكنه رؤية الأمور على ما هي عليه، وذلك لأنه ينظر للحياة من منظور عاطفي بحت.
برج الأسد. الرجل الأسد لا يكبح جماح نفسه على الإطلاق، فهو يحب الأضواء ويحب الاهتمام ويقول الأمور كما هي من دون أي مجاملة أو تجميل. يمكن للأسد أن يصبح مغروراً ومزعجاً بالنسبة للآخرين، لكنه في الواقع يملك شخصية محببة جداً. هو روح أي مكان يتواجد فيه، ويمكنه أن يحول أي أجواء مهما كانت جدية إلى أخرى مرحة. عادة يعتمد كثيرا على آراء الآخرين به، وهذا ما يجعله يشكك بنفسه. الأسد وبشكل عام لا يقوم بأمر ما لا يعود عليه بالفائدة، لأنه بالنسبة إليه الفرص يجب اقتناصها في أي مكان وأي زمان. برج العذراء. شخصية العذراء تحليلية تنافسية، وعقليته قائمة على المنطق حصريا. يملك العذراء موهبة في حل المشاكل، ولكنه ينظر للعالم من وجهة نظر المنطق فحسب، بلا أي مشاعر أو عاطفة تذكر. معايير العذراء عالية جدا، ليس فقط للآخرين بل لنفسه. عادة يبدو متزمتا، لكنها طريقته في التعامل مع المواقف الحياتية اليومية. يفضل العذراء المحادثات الطويلة والعميقة، وهو عادة لا يمنح الآخرين الاهتمام ما لم يكن يشعر بأي رابط يجمعه بهم. برج الميزان. الرجل الميزان ينشد التوازن وسيقوم بكل ما بوسعه لضمانه. الرجل الميزان لا يحب الدراما على الإطلاق، وهو عادة يسعى ويعمل من أجل سعادته، ولا يعتمد على الآخرين لمنحه إياها. عادة لا يسمح للحياة بأن تجره إلى القاع، رغم أنه قد لا يشعر بأنه يتحكم بالأمور. أحيانا لا يمكنه حسم الأمور بسرعة، لأنه يحتاج للتفكير بها كثيرا، وعليه فهو نادرا ما يتبع حدسه. حتى حين يفقد السيطرة فهو عادة ما يستعيدها فورا. شخص بعقلية هادئة وشخصية محببة، والتواصل معه سهل للغاية. برج العقرب. الرجل العقرب بشكل عام غامض، حتى ولو مضت فترة على معرفتك به فهو لن يكون واضحا على الإطلاق. لا يتوانى عن إغراء كل امرأة تعجبه، لكونه من الأبراج الحسية جدا. يحمل الأحقاد ويسعى للانتقام في حال قام أحدهم بفعلة ما لم تعجبه. يشكك العقرب بالآخرين، ونادرا ما يثق بأي شخص كان، ومع ذلك فهو يملك ضعفا في شخصيته يحتاج إلى الكثير من التطمينات. محاولة فهم عقلية العقرب تتطلب الكثير من الوقت والصبر والقدرة على تحمل الشكوك. برج القوس. عقلية الرجل القوس قائمة على المرح والمغامرة وعدم أخذ الأمور على محمل الجد. يمل القوس بسرعة بالغة، ولا يمكنه الثبات في مكان واحد لوقت طويل. يتحدث كثيرا، ولا يعتبر أن في ذلك أي مشكلة، بل بالنسبة إليه الخلل في محيطه الذي لا يمكنه مجاراته، وهو لا يقتنع بأنه لا يصمت على الإطلاق. يريد أن يعيش حياته بشكل كامل، ولا يفكر قبل التصرف. يقدم الكثير من الوعود التي لا يفي بها، لكن بالنسبة إليه نيته كانت الالتزام بها، لكنه ضعيف أمام إغراءات الحياة، لذلك فهو يخرج نفسه من دائرة الندم. برج الجدي. عقلية الجدي هي العمل والنجاح وعدم التفكير بأي أمر آخر. بالنسبة إليه تحقيق النجاح والمال لا يأتيان سوى من خلال الجهود والعمل. لا يستسلم ولا يتراجع حتى يحقق أهدافه. الجدي مدمن عمل من الطراز الأول،
وهو بالتالي ينسى بأن عليه الاستمتاع بحياته. الجدي لا يمانع قيامك بتذكيره بأنه عليه أن يتذوق روعة الحياة بين حين وآخر، خصوصا إن كان الابتعاد عن العمل يتضمن الكثير من الحب من قبلك. برج الدلو. الدلو يملك عقلية منفتحة جداً، فهو يتقبل الجميع مهما كانوا ومهما كانت قناعاتهم وتوجهاتهم. لا يطلق الأحكام على أحد، ولا يحب أن يقوم أي شخص بإطلاق الأحكام عليه. يحب التواجد مع الآخرين، لكنه يحتاج لمساحته الخاصة أيضاً. الدلو يملك قلباً طيباً جداً، لكن عقله يمنعه من إظهار كل الحب والعاطفة الجياشة بداخله. ذكي جداً ولا يشبه الآخرين، وكل ما يطلبه من أي امرأة تريد قلبه هو أن تتصرف على سجيتها وألا تكذب. برج الحوت. الحوت يمكنه أن يغرق في عالمه الخاص الخيالي لأيام. قلب هذا البرج نقي وطيب، وهو يرى الخير في الجميع. خياله خصب جدا، وأحيانا الحياة تبدو في عقله منطقية أكثر مما هي عليه في الواقع. ما لم تكوني من النوع الذي يتفهم ويتقبل الإبداع، فلن يمكنك فهم عقلية الحوت. فعقل هذا البرج مليء بالسحر والخيال والكثير الكثير من الشغف.